دعمك من الملك السامي، واعتقد بان هذه الحموله الكبرى لهذه الرساله لها من المعاني على المستوى التنظيمي، وهو ما يؤكد عليه جلالته خلال توجيهاته للجنه الوزاريه المعنيه بالنبي. تم اليوم مجلس المستشارين بشراكه مع مجلس جهه درعا في الدلت يوما دراسيا للاعداد للمنتدى البرلماني للجهات الذي سينظمه مجلس المستشارين في نسخته الخامسه. وكان الحديث اليوم حول الاستثمار، اولا كرافع النمو والاستثمار كذلك من الناحيه القانونيه ومن ناحيه ملائمه التشريعات مع الخصوصيات الجهويه وملائمه التشريعات ايضا فيما يخص سبل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في الجهات. ايضا تم الحديث حول تنزيل لميثاق لا تركيز اداري والقوانين المرتبطه به، واعتقد بان كانت فرصه ايضا للاطلاع على حجم التنميه في هذه الجهه، واللي كنعتبره على انه مؤشر حقيقي على تنميه حقيقيه في هذه الجهه وفق اولا ما يريده صاحب الجلاله حفظه الله لهذا البلد، وفق كذلك تطلع مجالس جهويه ومنتخبه منسجمه قادره على انها تدير تنميه اقتصاديه واجتماعيه التي سيكون لها الوقع على كل ساكنه.